بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. متابعينا الكرام من داخل مصر وخارجها، ناخذ فيديو إن شاء الله عن أسعار عجول اللحم من محافظة أسوان، مركز كبوب مركز التجارة، 6/6/2024، ونبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى. كم يا واجهة ده؟ عليه 73. 73 سنه؟ جوز. اشتغل شغل ضحية بس هو ماسكه عشان ايه؟ عليه فلوسه 73 كاسر جوز، اللهم بارك بالصلاة على النبي. عسى الشري صباح الفل. 73 ونص بالصلاة على النبي، ملوك بركة. حلاله؟ 73 ونص بالصلاة على النبي عليك، سنه ايه؟ 73 ونص. الله يبارك. اه الله يبارك. كاسر جوز بالصلاة على شغل ضحية يعني. ضحية ينفع نوجه الدكان ينفع. أي حاجة ربنا يرزقك إن شاء الله معلم، أحلى معلم في السوق. صباح رضا. الله أكبر. لا إله إلا هذولك والله. صل على النبي. تراب. كلام جد الكلام ده. 73 صحة. فلوسه يا أخي، قال لك على ربنا. لا لا، وقال الولد ما شاء الله تبارك الله. لا لا، الراجل ده ما شاء الله يعني، أنا أعرفه. الله يوسع عليك. عدلك اتفرج عليه. الله أكبر، 73 بالصلاة على النبي. معلم. ما شاء الله. كم يا واجه هذا؟ كم يا احمد؟ كم يا ابو احمد ده؟ السلام عليكم. 74 يا ولد. بالصلاة على النبي، كاسر جوز؟ كاسر جوز. 74، خلي بالك العجلي ده بيفرق شوي. 74 كاسر جوز، بالصلاة على النبي عليك يا ابو احمد. ما شاء الله، يجي له كم يا واجه ده؟ لا يجي له سين. لا يعني انت راجل جزار يعني. بالصلاة على النبي، الله اكبر، الله يرزق ان شاء الله. صباح الفل يا واجه. كم بالصلاة على النبي؟ 72. البيع والشراء 72. 72 البيع والشراء بالصلاة على النبي. والسنة؟ سن لباني ما كسرش. لباني صار فندقية محترم يعني. بالصلاة على النبي ما شاء الله، الله يرزقكم يا شباب، الله يرزقكم ان شاء الله. عيد محترم، الله اكبر. بالصلاة على النبي، خش على التقيل هنا. الله اكبر ما شاء الله. كام يا خالو ده؟ كم يا خالو ده؟ حلاله. حلاله 70؟ اه. بالصلاة على النبي كاسر؟ كاسر جوز. بالصلاة على النبي، حلاله 70 كاسر جوز. ما شاء الله، دي أسعار عجول اللحم يا إخواننا من داخل سوق الخميس. بالصلاة على النبي، على كده في راحة؟ على كده في راحة خالي؟ أيوه. بالصلاة على النبي عليك. في راحة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، صباح الفل يا واجه. معلم جاسم، كم معلم جاسم دي؟ كم ضب الصلاة على النبي؟ 90000. الحلو ما يمسك غير الحلو يا جاسم. 70 ونص الله يخليك. كم قلت؟ 70 ونص. فلوسه حلال؟ حلال ربنا يعني. خلي بالك العجل وراك. فلوسه 76000 جنيه حلال ربنا، اللهم بارك. شغل الذرة بالصلاة على النبي. الصلاة على النبي، عدونا كده ضب يا جاسم. الذرة يا حبيبي. ما شاء الله، عبدو كريم. طبعا الفل جاي لك، انا عايز اعدي. طب عدينا يا جاسم، عدينا بالصلاة على النبي. صباح الفل يا معلم جاسم برضه. 76 ونص. لا عجلي محترم ما شاء الله تبارك. افشل ما شاء الله، الله اكبر بالصلاة على النبي. لا عجلي طويل الله. كاسر يا جاسم؟ ايوه كاسر جاسم، ضحية بالصلاة. بالصلاة على النبي، الله اكبر. الكلام ب 80000 85000 من الله، الله يرزق ان شاء الله. من ربنا يا عم. صباح الفل يا ابكو. كم ده وفده؟ 64 ونص. كاسر؟ ضحية يعني. 64 ونص بالصلاة على النبي عليك. ما شاء الله كله خير يا عبدو. الله يرزقك يا عبد الكريم، مالك النهارده مش رايق؟ لا حبيبي كله خير ان شاء الله. بالصلاة على النبي عليك. بالصلاة على النبي. 27 78000 في الدبابة دي. 78 في الدبابة دي. ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك. صوت عجول حلوة النهارده مسكينة ناس المنصورين. ما شاء الله، صباح الفل يا رجال. الله يبارك فيك. 78 ما شاء الله تبارك الله. صباح الفل يا غالي. الله يرزق ان شاء الله. صباح الفل يا معلم. حبيبي. صباح الرضا. صباح الرضا. ما شاء الله عليك يا واجد السوق. طيب انت طيب، ليه فاضي النهارده؟ اهو فاضي فاضي. ما شاء الله، كم ده واجه؟ كله معانا يا واجه. ده في بيع وشراء ب 58. بيع وشراء ب 58 كاسر؟ عشان كده ماسك سعر، بيع وشراء ب 58 كاسر جوز. ما شاء الله تبارك الله، يجي له كم ده معلم؟ تقريبا بس من غير مجازر. ممكن يعمل له 100؟ لا 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 لحم صافي. اربع تربع. طب اربع تربع حيجيب له 200.
ماشي حياك الله. 4 دربه يصفي له 150 زي كذا. 150 والسلام عليك. هو واكل مش مش فاضي. السلام عليك. الله متكوف ذاك. صباح ورد. الله يرزقك ان شاء الله. صباح الرضا. صباح الرضا. الله يرزقك. السلام على النبي عليك. 75 بالصلاة على النبي. الله اكبر. شغل ضحية 75 زي ما انت قال. صلاة على النبي. الله يرزقكم ان شاء الله. 75 بالصلاة على النبي. كاسر جوز يا محمد ده؟ مجاوز. الله يبارك بالصلاة على النبي. الله يرزق. شوف العجلي ده. صباح الفل. صباح الرضا. الصلاة على النبي. ماسك حلو النهارده. ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي. ما شاء الله. خش خش انت من. الصلاة على النبي. كم ده محمد؟ 9000 جنيه. ما شاء الله تبارك الله. 9000 جنيه. 82 الله اكبر. 9000 وصلت 9000. الصلاة على النبي 82. الصلاة على النبي. الله اكبر. في اجل محترمين هنا. ما شاء الله. الله اكبر. صل على النبي. الله اكبر. ما شاء الله تبارك الله. كم ده عندك؟ كم ده؟ الله يبارك. ده 79.5. 79.5. الله مبارك. الله يبارك لك في مالك. شاري ولا صار؟ لا لا مشترينه. مشترينه؟ مشترينه. ضحيه؟ الله يعينكم ويعم يرزقكم. وده كم ده تبعك؟ صل على النبي. 79؟ 79. تعيش وتبدا وضعك. صل على النبي. الله يبارك لك. خلي بالك لا عمره بس. اللهم بارك. عجل محترم يا اخواننا. 79. صل على النبي. الله اكبر. ما شاء الله تبارك الله. ب 10 في الاسواق. صباح الفل. والله 10 والله ب 3 ما شاء الله تبارك الله. والله قد والله ب 3 اللحم 300 300 ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. استنى خلينا نشوف ده. استنى يلا سوق من الحل. لا 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 كام حلو النهارده اللحم؟ كام اللحم النهارده؟ الله اكبر. 310 اللحم. 310 سلام. كام ده بالصلاة على النبي ده؟ 70. ده ب 73. 73 كاسر ايه؟ كاسر 4. بالصلاة على النبي 73 بس فاضي شوية. كاسر 4. الصلاة على النبي عليك. الله يرزقك ان شاء الله. الصلاة على النبي عليك. الله يرزقك يا معلم. الصلاة على النبي عليك. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. دي اسعار العجول اللحم. هنخش بعد كده على العجول القاني. الصلاة على النبي عليكم. انا اعرف لكم الاسعار القاني والعجول المحير. الصلاة على النبي. كم ده واجهه؟ 60 و500 كسر جوز ضحيه. 60 و500 ما شاء الله كويس سعره ما شاء الله. 60 و500. اللهم بارك. كسر جوز ها؟ اللهم بارك. 60 و500 بالصلاة على النبي اهو. ما شاء الله تبارك الله. كسر جوز. ما شاء الله تبارك الله. كم ده عبده؟ كم ده عبده؟ 62 ما شاء الله. كسر؟ ما شاء الله شغله ضحيه. 62 كاسر يوس عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. صباح الفل يا واش. وين يا حبيبي؟ كم بالصلاة على النبي؟ علم اتفرج. كم ده بالصلاة على النبي؟ ده فلوسه 39 يعني. 39 بالصلاة. ما شاء الله كويس ما شاء الله. 39 ما شاء الله كله خير ان شاء الله يرزقك ربنا. اخذ رقم عشان يرنوا عليك. خذ رقم الضحايا عندك. في رقمك عنده في الحوش يعني ان كان حد عايز الضحايا رقم اللي انا اقول لي 011 40 9 8 6 6 2 7. حياك الله ما شاء الله. تمام. عنده ضحايا في الحوش خرفان عجول. الله يرزقه. عنده كل حاجه الراجل محتاجها. الصلاة على النبي عليه. فيه الله يرزق. ثقيل وفيه خفيف. الصلاة على النبي. متاح للجميع. ايه قال طب ده كام ده؟ على كده 34 بس. الله ما شاء الله 34 ونص. لا ما تقلقش يا ناصر مرتاح انا. 34 ونص. اجلي حلو ما شاء الله كله خير. الله يرزقك ان شاء الله. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. صباح الفل يا واجهة السوق. صباح الفل ما شاء الله. كم ده بالصلاة على النبي؟ 49. ما شاء الله. ضحية ولا لباني؟ والثاني؟ راجل سامع. ما شاء الله. 51 و49 بالصلاة على النبي. الله أكبر.
ما شاء الله كله خير اللهم بارك. 49 و51 الله اكبر ما شاء الله تبارك الله يعتبر من 100 الاثنين. صباح الفول يا معلم محمد كم بالصلاه لنا على اساس ايس كريم وكذا ما لاقينش حق قبط يا رب قبط طيب حق قبط بدك تاكل ايس كريم ناكل ايس كريم ما شاء الله 56 53 53 كاسر ولا باني؟ باني يو 20 53 بس عجلي قديم خليك جزائر ارحموني حق محمود شوي الصلاة على النبي كلك جزائر ارحمناه ماشي مطالبة من المعلم اسمه كريم محمود ابو موسى المعلم محمود ابو موسى بيطالب الجزائريين برحمته ارحموا الناس شوية ارحموا احنا نقول نطلب الرحمة من الله ارحموا من في الأرض ارحموا من في السماء حرام عليكم ماشي داخلة على الموسم إن شاء الله هتاكل يا أخي يا مسهل يا إن شاء الله تاكل كله ذحي والناس تاكل الله يرزقك إن شاء الله الله يرزقك عرب الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد صلوا على سيدنا محمد صباح الرد صباح الفل يا واجهه الصلاه على النبي عليك كم ده؟ ما في شراء وبيع ب 46 بيع وشراء ب 46 الصبح كان ب 48 كان طقيته معلم الصبح بس الرزق عاد عجل قديم وما شاء الله تبارك الله الله يرزقك يا حبيبي الله يرزقك ان شاء الله صباح الرضا الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد صلوا على سيدنا محمد وادعموا له بلايك وشير لك عمده كم بالصلاة على النبي 39 ما شاء الله تبارك الله صباح الفل يا واجه الصلاة على النبي 39 ما شاء الله الله يرزقكم ان شاء الله صباح الفل يا خالي وانت خال الله يبارك لك الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد ازيك يا خالو عاملين ما شاء الله عليك كم بالصلاة على النبي المال البلدي 83 ونص صباح الفل يا واجه 83 ونص بالصلاة على النبي عليك ما شاء الله تبارك الله 83 ونص الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد صلوا على سيدنا محمد ما شاء الله التركيز كله اخواننا على سوق اللحم صباح الفل يا واجه كم بالصلاة على النبي المال 26 بالصلاة على النبي التركيز كله اخواننا على سوق اللحم سوق الضحية عشان كده السوق فاضي صباح الفل يا واجه بالصلاة على النبي عليه قبض يا اخواننا قبضوا ما شاء الله قبضوا بالصلاة على النبي عليه ما شاء الله تبارك الله الله يرزقكم ان شاء الله ما شاء الله تبارك صباح الفل يا واجه كم بالصلاة على النبي 23 ومين نتقابل ان شاء الله وده كام يا خال ما انت مين ده يعني يجيله كام بالواحد ده يعني لا ده ما يجيب ده يجيله 18 17 ما شاء الله دي انتهى دي الصلاة على النبي عليك صباح الرضا مين ده يعني بتكلم على ده ده 23 متين دي تعمل لها 17 16 لو زادت كمان